سيارة تستطيع أن تذهب معها إلى كل مكان، لا توقفها الظروف المناخية أو البيئية. سيارة صممت لتتناسب مع جميع الأجواء والأراضي، وعندما ظهرت للعالم في معرض أمستردام عام 1948 أحدثت انقلابا في عالم صناعة السيارات. شركة لاند روفر أسست في 1948 في بريطانيا، وكانوا هما 2 إخوان جالسين على البحر، قالوا خلنا نصنع سيارة SUV 4x4 اللي نقدر نروح فيها كل مكان. هذول الأيام ما كان في إلا شركة واحدة في العالم معروفة عن سيارات الـ 4x4. ففي بريطانيا هم كان عندهم طين ومطر وكل شيء. فالإخوان هذولا جلسوا على البحر وصنعوا سيارة ديزاين على رمل البحر. السيارة سيريس 1 كانت البداية بالنسبة لشركة لاند روفر، وهي السيارة التي أثبتت فكرة أن التناغم والتأقلم مع جميع الأجواء والظروف البيئية ممكنا مع هذه السيارة. أول سيارة من شركة لاند روفر كانت سيريز 1 اللي هي الحين احنا نسميها ديفندرز، بس في البداية 1948 كنا نسميها سيريز 1. السيريز 1 هي بالنسبة لي الأسطور الأب الجد حق شركة لاند روفر، وهي اللي بدت شركة لاند روفر. عام 1971 كان عاما فاصلا في حياة شركة لاند روفر. في 1971 شركة لاند روفر فكرت انه نزل سيارة جديدة في السوق، وسيارة غير عن سيريز 1 سيريز 2. سيريز 1 سيريز 2 لا تنسى انه هذول كانوا من اول سيارات موجودين في الشرق الاوسط، يعني الحكام والناس اللي كانوا موجودين هنا في ذاك الزمن ما كانوا يسوقون الا ديفندر سيريز 1 سيريز 2. في 1971 لما نزلنا رينج اوفر قالوا طب ايش هذه السيارة الفخمة راقية، كنا سيدان بس مع المواصفات للاس يو في. شعار شركة لاند روفر يعبر عن الهدف الرئيسي من انشاء الشركة. شعار لاند روفر ابوف اند بيوند، المعنى الوصول العالة وأصعب ما تتمنى.